انطلقت النسخة الأولى من مهرجان الرطب في منطقة الجوف، ويأتي المهرجان لتسليط الضوء على أهمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في المنطقة، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المزارعين والمنتجين. يا هلا ويا مسهلا فيكم، حياكم الله. انطلقت اليوم النسخة الأولى من مهرجان الرطب في منطقة الجوف اللي يهتم فيه بزراعة النخيل وإنتاج التمور والرطب، يهدف لتنمية الاقتصاد المحلي من خلال دعم المزارعين والمنتجين. خلوكم معنا بهذا التقرير التالي. أهم نقطة عندنا هي الحين لا يخفى عليكم موسم الرطب. موسم الرطب فترة قصيرة جدا، إذا ما لقى قنوات تسويقية له بالنهاية يعني يروح مكنوز يا أنه يروح هدر. فحنا حرصنا الفترة هذه أن نسوي مهرجان الرطب الأول في مدينة سكاكا، بحيث أن يستفيد المزارعين في تسويق منتجاتهم، ويستفيد المستفيدين اللي على قولتهم متسوقين أنه يقدر يحصل على الكميات اللي يبيها والأنواع اللي يبيها. ممكن بعضهم يوديه للتثليج التفريز يستفيد منه بشهور القادمة بعد انتهاء الموسم. المهرجان أظهر مزارع وبساتين الجوف، قدم التمور بشكل طيب ومميز، وقدم لها زي ما تقول كأنها أصبحت متاجر وأسعارها تختلف وترتفع تكون طيبة. طبعا هذه ميزة المهرجانات واللقاءات. بالنسبة للتمور اللي موجودة على رأسها شيخة النخيل أو ملكة النخيل عندنا اللي هي حلوة الجوف، طبعا احنا مزرعة السلطان بن عبد الله الفالح، براند حلوة الجوف تمرة نتميز طول عمر وجميع أنواع التمور الأساسية بمنطقة الجوف، والتمور اللي جتنا ورسناها هنا بمنطقة الجوف أبدعت، نحمد الله ونشكرها أبداع منقطع النظر. طبعا بالنسبه للمعرض بصراحه المهرجان مذهل، احنا كنا متوقعين صراحه انه يكون اقل من كذا، لكنه ما شاء الله تبارك التنوع والتعدد فيه فظيع. طبعا كزائر التجمع بالنسبه لك انواع الرطب، اعداده، النبايات الجديده، الاسعار، تفاصيل دقيقه جدا متنوعه، تقدر تاخذ اللي انت تبي وتلقى حاجتك كامله هنا. احنا بموسم رطب الناس تروح السوق دائما تبحث عن الرطب والانواع اللي تبي. جوده التمور اكثر ما عجبني ان المزارعين هم وعيالهم قائمين على المزارع وعلى منتجهم، وهذا الشيء اللي احنا نتمناه. اكيد لقطة ختام مع حلوة الجوف. احمد العنزي، روتانا خليجية، الجوف.